السلام عليكم أصدقائي في حلقة جديدة مع موضوع جديد. قبل أن أبدأ هذا المقطع اشتركوا في القناة إن كنت أول مرة تتابعوني واعملوا لايك للدعم فقط. كما ترون في العنوان أسفله فإن هذا الموضوع يتعلق بأسباب انحراف الشباب. طبعا الأسباب كثيرة ولا يمكن أن أتطرق إليها في هذا المقطع يعني كلها، ولكن سأتطرق إلى بعض الأسباب البارزة والمهمة وغير ذلك. هناك سبب يدعيه معظم الشباب المنحرف أو المدمن على الخمور أو على السجائر وغيرها من الأشياء التي لا تحمد عقباها. هناك من يدعي من هؤلاء الشباب أنه يعاني من مشاكل كثيرة، هذا أول شيء، مشاكل كثيرة أسرية وغيرها. المهم هذه المشاكل التي يعاني منها سواء كانت اقتصادية اجتماعية أسرية وغيرها من المشاكل يقول أنها سببت له ضغطا كبيرا، فأراد أي ينسى همومه فالتجأ إلى ما ينسيه وهي المخدرات التي تخدر العقل وتذهب إحساسه وقوته وذاكرته وغير ذلك. هناك من يدعي شيئا آخر وهو أنه يعني يعاني من الملل، يعني الفراغ. هذا السبب الثاني، الأول المشاكل والثاني الفراغ. وللإجابة أو لإعطاء الحلول للشباب الذي يشاهدني والذي ربما قد يقع في إحدى هاتين المشكلتين المعضلتين سوف أقول. أولا بالنسبة لسبب المشاكل الأسرية على الخصوص والمشاكل بصفة عامة، فإن الإنسان خلق في كبد كما يقول ربنا سبحانه وتعالى، في كبد أي أنه لن يكون سعيدا دائما، يعني لابد أن يعاني، لابد أن يعني تصيبه المشقة والصعوبات والمشاكل. هذه سنة الله تعالى في خلقه، لأننا نحن في اختبار ولسنا في الجنة. هذه أول شيء. بالنسبة للفراغ فإن الشخص الذي يمتلك شخصية قوية لا بد له من أن يملأ وقته بما يفيد، على الأقل أن يحافظ على صلاته ثم ممارسة الرياضة. أما أن تقول لدي هذا المشكل أو لدي هذا الفراغ والملل أعاني منه فالأذهب مثلا يعني أدخن أو غير ذلك، فهذا يعني هذا المشكل يولد مشكلا آخر. هناك مشكل ثالث أو سبب ثالث وهو الأصحاب، فالصاحب ساحب، يجب أن ينظر الشخص إلى من يصاحب. ثم بالنسبة لهذه القضية الصاحب ساحب فعلى حسب شخصيات الشاب، هناك من الشباب من شخصيته قوية ولن يؤثر عليه أي شخص، وهذا طبعا هو من سيؤثر على الشخص الآخر، لأن لا بد من أحدهما أن يجذب الآخر إليه. ولكن كما هو معلوم فالأغلبية شخصياتهم ضعيفة وبالتالي فينقادون بسهولة إلى الساحب الذي يسحبهم إلى طريق لا تحمد عقباه. فالنصيحة الأساسية هي فلينظر المرء لمن يخالل ولمن يصاحب، لا تجعل نفسك كذلك كتلك الورقة التي تذهب بها الريح وتعود بها كيفما شاءت الرياح، فلتكن شخصا ثابتا متأنيا رزينا يعرف من يصاحب، يؤثر في الأشخاص إيجابا، وهكذا تكون قد أبعدت عنك مجموعة من المشاكل وارتحت
مستقبلا، لأن ما تفعله اليوم سيؤثر على مستقبلك. أما تلك المخدرات وتلك مهم الأشياء التي تسبب الإدمان للأشخاص، فهي يعني تعطي لذة في لحظة، لذة لحظية، سرعان ما تمر تلك اللحظة سوف تعيش جحيما كبيرا. شكرا على متابعتكم لهذا المقطع، أتمنى أن ينال إعجابكم، ونشروا المقطع قدر الإمكان. إلى اللقاء.